في الحلقة الأخيرة من حلقات فقرة الكرنفال لازلنا نقول ونبادر دائما إلى فعل الخير، ونوصي من هذا المنبر من القناة الجميلة قناة بداية الفضائية بالمبادرة في فعل الخير وفي المشاركة في وقف الظاهر أمامكم الآن على الشاشة، وقف سهم بكة الخير، شارك ولو بشيء بسيط حتى تكسب أجر في هذه الدنيا ويكتب لك أجر في الآخرة بإذن الله تعالى. من هذا المنبر أقول شارك بالمبلغ اللي تقدر عليه في هذا الوقف، وبإذن الله تبقى أمامنا 14 يوم ونقول بمشيئة الله ما يغلق البرنامج إلا وقد تم إغلاق الوقف ودفع كامل المبلغ. نجوم برنامج الاستديو الآن المتواجدين معي على المسرح، أولا أحب أقدم الشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لعائلتي وإدارة مجلس قناة بداية، وإلى إدارة قناة بداية ممثلة بالأستاذ سعود العتيبي، وإلى مدير الإعداد ناصر الحربي، وإلى كل من يعمل في هذه القناة الجميلة على إتاحة الفرصة وعلى ثقتهم فيني، وعلى أيضا كل ما قدموه للمتسابقين متسابقين برنامج الاستديو. وشرفت ولي الفخر حقيقة أني تعرفت على هؤلاء النجوم، نجوم برنامج الاستديو 24 اللي دخلوا من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج. أقول لمتابعين القناة قناة بداية الفضائية أتمنى أن فقرة الكرنفال أن استفدنا منها وقدمنا الفائدة لكم واستمتعنا وإياكم، وسامحونا وسامحوا أخوكم الصغير خالد يوسف على أي تقصير أو أي خطأ سواء بقصد أو بغير قصد، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى كل التوفيق لنجومنا نجوم برنامج الاستديو. واسمحوا لي في ختام الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج الكرنفال أن أهدي هدية بسيطة إلى نجوم البرنامج، وهي 2000 نقطة لكل متسابق. سامحونا على القصور، ما حصل منك قصور والله كلكم غاليين، الله يطول عمرك. ابو نايف ممكن كلمه خيره باسمي وباسم اخواني الله يرفع قدركم. ابو نايف الله يبيض وجهك على كل ما قدمته لنا من اول حلقه الى الحين، كنت دافع للامانه لنا كل حلقه يكون ظهورك مميز وشيء يليق فيك ويليق في اسم قناه بدايه. من الناس اللي انا اعتز بهم على الصعيد الشخصي اللي تعرفت عليهم للامانه، يعرف كل ما بخاطر كل واحد من اخويانا، وللامانه انك كسبناك والله اخوان كلنا كسبناك اخونا يا بعدي. نهايه الموضوع ترى روحه ما فيه، الوالد الله يحفظه وفريق الدعم مسوين عشاء هنا اكو شلون الله يطول عمرك العافيه. احنا شارينك نبيك معنا الله يطول عمرك، بما انها حلقه الله يطول عمرك شايفين العافيه والله يغنيك ويكثر خيرك على كل حال. واخوكم الصغير
خالد اليوسف معنا 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 والله العظيم يا جماعه ما حديتوني على حلف اني على ارتباط اي والله ولكن حرص صراحه ان تكون الحلقه اليوم حلقه مختلفه وانتم تستاهلون وما تم تقديم هذا على قوت هذا الشيء الا شيء بسيط وانتم تستاهلون والقدر في الصدر ولا والله لو القدر في الامور هذه كان شفتوا شيء نظيف الله يبارك لكن تستاهلون الله يوفقكم الله يطول عمرك الله والله والله نبدا كلنا تتمدرب لا تحرجون والله اني على وعد لكن اتمناكم التوفيق باذن الله اشوفكم اشوفكم لا لا والله والله لا لا والله 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 والحلب حلب الله يطول عمرك الله يبارك الله يبارك خالد يعمل ايه بص شوف خالد يعمل ايه بص شوف خالد يعمل ايه بص شوف الله يعطيك العافيه من وجهك من اجمل الفرص الله يطول عمرك الله يطول ما قصد احرجتون الله يبارك الله يطول شوف 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 والله عبران لا والله انت شايف الله يطول عمرك والله جنني فداك جنني فداك واحد الله يستر امرك جنني فداك الله يطول عمرك بالعكس قدمت اللي عليك وزياده وانك اقسم بالله العظيم من وجهه نظري اني مش عنك افضل من يقدم في هذا البرنامج صراحه يض وجهك والله لم يكفي لو ما يظهرت من هالبرنامج اللي بمعرفتك جنني فداك جنني فداك ولكن باذن الله ان هذه بدايه الخير ونلتقي ان شاء الله بعد باذن واحد في الحفل الختامي وشان نحتفل فيك بعد باذن واحد ان شاء الله الله يستر امرك موفق ان شاء الله الله يطول عمرك تفضلك الله يا هلا والله سلام قلبت المواجهة لي عن وجهك شوفكم على خير ان شاء الله الله يجعل ربي يسر امورك ان شاء الله ودعك الله يا ابو نايف اسمع اليوم ضحكت القياس